بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. نحن في هذا البرنامج الذي نسلط فيه الضوء على طريق مسير الإمام الحسين والمنازل التي نزلها، وهو كربلاء الشهود، نمزج بين ذلك المسير وبين ما نريد أن نذكره بخصوص الإمام الحسين من جوانب متعددة في كل المجالات. وقد سبق لكم أن شاهدتم أننا تطرقنا إلى أمور شتى، والآن نكاد نصل إلى الأراضي العراقية، يعني قد قطعنا أقصوص، زبالة، عديب الهجانات، قصر بني مقاتل، ثم ثعلبية الغاضرية الطف. أنا أردت أن أمزجها كلها في مكان، لأنه إحنا في الحلقة العاشرة، يعني اليوم العاشر، فيصير الحديث مجرد عن الانتقال ما يصير مناسب بالنسبة للمشاهد، ومن الضروري أيضاً البقاء على نفس عملية التسلسل في الانتقال، ومن الضروري أيضاً الإشارة إلى أنه لماذا التهيؤات كلها أخذت عندما دخل الأراضي العراقية. هل كانت العقلية الحالية للبلدان المستقلة سائدة وموجودة في ذلك الزمان؟ اسمحوا لي أن أنقل كل هذه النقاشات إلى الحلقة 11 و12. أما الحلقة 10 فأستغلها لنفس قضية اليوم العاشر، هذا مهم ضروري لأنه المشاعر تكون مختلفة يوم 11 و12. فلذلك أنا الآن في نفس أتوني المعركة. جاء الإمام الحسين منذ اليوم الثاني من محرم وعسكر واختار أماكن يدرسها، لأنه أنت في المعركة راح تلاحظ أنه لما حرقوا الخيام قال دعوها أو دعوهم، فإنهم إن أحرقوها لن يجوزوا إليكم. فالأماكن التي أحرقوا فيها الخيام أصبحت ممراً من قبل أن يحرقوها، عندما أحرقوها صارت المواجهة من جانب واحد، وحفروا خندق فضيق الإمام الحسين واجهة المعركة إلى أضيق حد ممكن. وجدت أحدهم حتى حاسب أمتار، شلون حاسبها ما أدري، ولذلك ما أقدر أغامر وأتحدث عنها. فعسكر الإمام الحسين وجاء عمر بن سعد مع جيوش متعددة، لذلك التاريخ عندما يتحدث عنها واحد يقول 4000 واحد يقول 6000، كل جيش جاء مع رجل انضم فيما بعد إلى عمر بن سعد، اكتملوا أكثر من 20000، والبعض يقول 30000، يعني عمر بن سعد له جيش 4000. عندك شمر بن الجوشن، قرة، عزرة بن قيس، عمرو بن الحجاج، الحسين بن نمير، كل هؤلاء معهم أعداد أقلها 500 واحد مع الحسين بن نمير، كلهم رماة، كلهم رماة، وأخذوا الجانب اللي أمام الحسين قاطعين عليه الطريق إلى النهر. النهر مو العلقمي، هذا تراث شعبي، النهر الفرات. العلقمي حفره العلقمي رحمة الله عليه، مو الفرات، لكن قطعوا الطريق عليه وبقي في معسكره. والترتيب اللي وصل لنا من أرباب المقاتل ومن المؤرخين حتى من ذلك الطبري وحتى أصحاب السير هكذا يقول: لما أصبح الحسين يوم عاشوراء صلى بأصحابه صلاة الصبح، ثم قام خطيبا فيهم فحمد الله وأثنى عليه وقال: إن الله قد أذن في قتلكم وقتلي في هذا اليوم، فصفهم للحرب وكانوا 78 فارسا، فوضع على الميمنة زهير بن القين البجلي، وعلى الميسرة حبيب بن مظاهر، ووقف هو وأهل وأعطى رايته أخاه العباس، ووقف هو وأهل بيته في القلب، وأخذ عمر بن سعد يدنو من معسكر الحسين، وعلى ميمنته عمرو بن الحجاج الزبيدي، وعلى الميسرة شمر بن ذو الجوشن، والراية مع دريد قالوا، وقالوا ذويد مولاه، وعلى الخيل عزرة بن قيس، وعلى الرجالة شبث بن ربعي. فأقبلوا يجولون حول البيوت، فنادى شمر بأعلى صوته: يا حسين، تعجلت بالنار قبل يوم القيامة. فقال الحسين: من هذا؟ كأنه شمر بن ذو الجوشن. فقال: كذبت، بل أقدم على رب غفور مطاع، فمن أنت؟ ورام مسلم بن عوسجة أن يرميه بسهم، فمنعه الحسين وقال: أكره أن أبدأهم بقتال. ثم إن الحسين سلام الله عليه لما نظر إلى جمعهم كأنه سيل رفع يديه بالدعاء،
وقال: اللهم أنت ثقتي في كل كرب ورجائي في كل شدة، وأنت لي في كل أمر نزل بي ثقة وعدة. كم من هم يضعف فيه الفؤاد وتقل فيه الحيلة، ويخذل فيه الصديق ويشمت فيه العدو، أنزلته بك وشكوته إليك رغبة مني إليك عمن سواك، ففرجته وبددته. ثم إن ابن حوزة رفع صوته فقال: يا حسين، ومعها شتائم، أبشر بالنار. قال: ما أنت؟ قال ابن حوزة التميمي. فرفع الحسين يديه حتى بان بياض إبطيه، فقال: اللهم احزه إليها. فغضب وأقحم الفرس نحوه، وكان بينهما خندق، فشبت به الفرس ووقع عنها، وانقطع جانب من جسده، وبقي الجانب الآخر معلقا بالركاب. يقول أحدهم: لما رأيت ما صنع بابن حوزة علمت، ها الآن علمت أن لأهل هذا البيت حرمة ومنزلة عند الله، واعتزلت القوم. ثم أن الإمام الحسين سلام الله عليه استنصتهم فلم ينصتوا، فأخذ مصحفا ونثره على رأسه وتقدم إليهم وأشهدهم على نفسه وقال: الحمد لله الذي جعل الدنيا، خلق الدنيا فجعلها دار فناء وزوال، متصرفة بأهلها حالا بعد حال، فالمغرور من غرته، والشقي من فتنته، ألا وإني أراكم قد اجتمعتم على أمر أسخطتم الله فيه عليكم، فأعرض بوجهه الكريم عنكم، فأحل بكم نقمته وجنبكم رحمته، فنعم الرب ربنا وبئس العبيد أنتم، أقررتم بالطاعة وآمنتم بالنبي محمد، ثم ها أنتم زحفتم إلى ذريته وعترته تريدون قتلهم، ما لكم؟ طبعا لا يمكن أن يتراجعوا. أنا أقتبس من المقاتل وأعيد النظر في المفردات، لأنهم يصرحون طاعة للأمير عبيد الله بن زياد في كل مرة. عبيد أقروا بالعبودية والطاعة، أقروا. فنادى: إني أنا وأخي سيدا شباب أهل الجنة، ووالله ليس في المشرق ولا في المغرب ابن بنت نبي غيري، لا فيكم ولا في غيركم. ثم إن فيكم من سألتموه عن ذلك أخبركم، سألوا جابر بن عبد الله الأنصاري وأبا سعيد الخدري وسهل بن سعد الساعدي والبراء بن عازب وزيد بن أرقم، زيد بن أرقم يخبروكم أنهم سمعوا من رسول الله أن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. ثم نادى: يا حجار بن أبجر، ويا قيس بن الأشعث، ويا زيد بن الحارث، ألم تكتبوا إلي أن اقدم؟ قد أينعت الثمار واخضر الجنان، إنما تقدم على جند لك مجندة. قالوا: ما فعلنا؟ قال: سبحان الله، بلى والله لقد فعلتم. فقال قيس بن الأشعث: لم نفعل، ولكن انزل على حكم بني عمك فإنه لا يروك إلا ما تحب. قال: أنت أخو أخيك، أخوه محمد بن الأشعث الذي تسبب في قتل مسلم بن عقيل، أتريد أن يطلبك بنو هاشم بأكثر من دم مسلم بن عقيل؟ ثم قال لهم: أتشكون أني ابن بنت نبيكم وابن وصيه وأول الناس إسلاما؟ قالوا: لا نشك. قال: فما الذي يقدمكم على قتلي؟ قالوا: طاعة للأمير عبيد الله بن زياد. قال: تبا لكم أيتها الجماعة وترحا، أحين استصرختمونا والهين؟ فأصرخناكم مجفين، سللتم علينا سيفا لنا في أيمانكم، وحششتم علينا نارا اقتدحناها على عدونا وعدوكم، ثم كنتم بذلك ألبا لأعدائكم على أوليائكم، بغير عدل أفشوه فيكم، ولا أمل أصبح لكم فيهم، فهلا لكم الويلات، تركتمونا والسيف مشيم والجأش طام والرأي لما يستصحف، ولكن أسرعتم إليها كطيرة الدبا، وتهافتتم عليها تهافت الفراش، ثم نقضتموها بعد توكيلها، فسحقا لكم يا عبيد الأمة وشذاذ الأحزاب ونبذة الكتاب ومحرف الكلم وعصبة الشيطان وقتلت أولاد الأنبياء، ويحكم، أهؤلاء تعبدون؟
وعنا تتخاذلون أجل والله غدر فيكم قديم وشجت عليه أصولكم وتأزرت فروعكم فكنتم بذلك أخبث ثمر شجل للناظر وأكلة للغاصب ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين بين السلة والذلة وهيهات منا الذلة يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون وقلوب طابت وقلوب طهرت من أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام ألا وإني زاحف بهذه الأسرة على قلة العدد وخذلان الناصر ثم أنشد أبيات فروة بن مسيك المرادي فإن نهزم فهزامون قدما وإن نغلب فغير مغلبين وما إن طبنا جبن ولكن منايانا ودولة آخرين إذا ما الموت حل بآل قوم بكلكله أناخ بآخرين فأفنى ذلكم ثروات قومي كما أفنى القرون الأولين فإن خلد الملوك إذا خلدنا وإن بقي الكرام إذا بقينا فقل للشامتين بنا أفيقوا سيلقى الشامتون كما لقينا أما والله لا تبرحون بعدها إلا كريثما تركب الفرس فتدور بكم دور الرحى وتقلق بكم قلق المحور عهد معهود عهده إلي أبي عن جدي ثم نادى يا عمر بن سعد أتزعم أنك تقتلني ويوليك الدعي بن الدعي بلاد الري وجرجان والله لن تهنأ بعدي بدنيا ولا آخرة وكأني برأسك على قصبة يتراماه الصبيان في الكوفة ويتخذونه غرضا بينهم فولى عنه مغضبا وكان الحر يستمع إلى كل ذلك فالتفت إلى عزرة بن إلى عمر بن سعد أولا فقال أمقاتل أنت هذا الرجل؟ قال إي والله قتالا أيسره أن تسقط فيه الرؤوس وتطيح الأيدي قال فما لكم فيما عرضه عليكم من الخصال؟ قال لو كان الأمر إلي لقبلت ولكن أميرك ابن زياد يأبى ذلك فتركه ووقف إلى جانب القوم وكان إلى جانب قرة بن قيس فسأله قرة أتريد أن تحمل؟ فسكت وأخذته الرعدة فكان إلى جانبه المهاجر بن أوس قال لو خيروني من أشجع أهل الكوفة لما عدوتك فما هذا الذي أراه منك؟ قال إني أخير نفسي بين الجنة والنار ووالله لو أحرق ما اخترت على الجنة شيئا ثم ضرب بجواده نحو معسكر الحسين بن علي مناديا يا أبا عبد الله إني تائب فهل ترى لي من توبة؟ قال نعم يتوب الله عليك فسره قول أبي عبد الله وتيقن الحياة الأبدية والنعيم الدائب والنعيم الدائم أنا هذه الأشياء التي أرددها الروايات تأتي بكلماتها المتغايرة كما مر وأحياناً أترك كلمة فيها خلاف وحدث الحسين سلام الله عليه بحديثه قال لما خرجت من الكوفة سمعت منادياً ينادي أبشر بالجنة يا حر فقلت ويلٌ للحر يبشر بالجنة وهو سائر إلى حرب ابن رسول الله فجزاه الحسين خيرا ثم إنه ترك القوم ووعظهم وذكرهم غضب الجبار في خطبة موجودة ولكن مثل هذه العجالة لا تسيطر عليها ولكنني أريد أن أشير بعد ذلك إلى خروجه إلى الحرب خرج مع زهير بن القين عندما تضعضع العسكر ولم تعد هناك ميمنة وميسرة واستشهد وقبل ذلك كان يقول إني أنا الحر ومأوى الضيف أضرب في أعناقكم بالسيف أضربكم ولا أرى من خيفي عن خير من حل بأرض الخيف أضربكم ولا أرى من حيفي عن خير من حل بأرض الخيف وقتل واستشهد في أماكن بعيدة والآن قبره واضح أنه في مكان بعيد عن الحسين سلام الله عليه فارثيا وقيل أن الذي رثاه هو علي بن الحسين وقال ونعم الحر حر بني رياحي صبور عند مشتبك الرماح ونعم الحر إذ وافى حسينا وجاد بنفسه قبل الصباح ووقعت الأمور التي اشتهرت
عن أرباب المقاتل، وانتهت باستشهاد الإمام الحسين سلام الله عليه، وانتهت باستشهاد إخوته وبالسبي. وكل واقعة من تلك الوقائع تدل على مراد ديني، فالحسين في هذه البلاد محصور، لا يشكل تهديدا على السلطة. وفي الحقيقة فإن استشهاده هو الذي يؤكد ذلك التحدي على السلطة. ومن بعده لم تستقر هذه البلاد أبدا، وعاشت المنطقة برمتها حربا أهلية تنقلها التواريخ وتتجاهلها ألسنة السوء الداعمة لبني أمية، وتضعضعت هذه السلطة وجاءت الحروب، وبعضها استمر 10 سنين، ولا أحد يتحدث عن تلك الاضطرابات، ولا عن واقعة الحرة، ولا عن سلطة عبد الله بن الزبير وعن حربهم مع عبد الله بن الزبير، ولا عن خروج الخوارج، ولا خوارج بغض النظر عن موقف منهم لأنهم يشكلون حربا مع بني أمية، ولا عن الخصومات التي أخذت تجتاح البلاد شرقا وغربا، يسكتون عنها لأنهم يريدون أن يعززوا دور بني أمية عبر التاريخ. وإلى الله المشتكى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.